مطبخنا النهارده مطبخ مختلف، مطبخ سوري وعربي. يعني نسرين بارون موجوده معانا، اهلا وسهلا بيك يا نسرين، نورتينا. اهلا منورانا. نسرين عامله لنا لفائف المسخن وكرات شوكولاته بزبده الفول السوداني، والاكل شكله شيق جدا. ازيك؟ الحمد لله. هتقولي لنا اول مقادير اللفائف؟ لفائف المسخن هي طبق فلسطيني بنعمله طبعا هي بطريقه مختلفه تماما، هاي اللي هو المودرن منه، اللي هو صار اسرع واسهل للبوفيهات وللسريع. لفائف المسخن عباره عن صدور دجاج مسلوقه، حنسحبها طبعا، بصل جوانح او جوليان، زيت زيتون، سماق، صنوبر وملح وفلفل. تمام، حلو قوي. طبعا بتسحبي الفراخ، يعني بتفصصي الفراخ؟ ايوه. وهي بتفصص ولا مسحب؟ يعني مسحب، يعني انه بننسلها من الاب. بتفصصيها؟ انا سايل مع مسحب دي فعلا. البصل جوليان انت عاملاه بحط له ايه بقى؟ اللي هو بصل. هو الاساسي زيت الزيتون والدجاج والبصل، او الفراخ والبصل. البصل ده انت عاملاها بايه؟ البصل بزيت الزيتون بنقلبه، وحطيت السماق، وبعدها الصنوبر. والصنوبر بالضبط. هلا هنعمل الحشوه اللي هي عباره عن كل هاي. هتعملي بقى الساندوتش نفسه، اللفه. هو السماق اساسي في المطبخ الاساسي، ما بقول لك الفراخ والبصل اللي هو متقلب زيت الزيتون، طبعا لازم يكون زيت زيتون. تمام. والبهار الاساسي اللي هو السماق طبعا، وملح وفلفل طبعا، والدجاج بيكون سائل وعادل بالطريقه العاديه. تمام. هنخلطهم مع بعض. نسرين برهوم بتقدمي برنامج في القناة السعودية؟ السعودية. في برنامج حياتنا، زي هيك برنامج انه اسري، وعملت برمضان برنامج اسمه اكلات. لحالك انت؟ جميل. لحالك يعني ايه لحالي؟ لوحدها. لوحدي. افتكرت انتاجك لحالك يعني. فانت عملتي كده الموضوع ده كله مع بعضه؟ انه تتبيله بالظبط. هتحطي ملح وفلفل فيه؟ لا لا، خلاص انا الملح والفلفل بس عشان بالظبط انه كيف بنقلب. ده عيش تورتيه. تورتيه بالظبط، بس هو بالاساسي احنا عندنا خبز الصاج او الاشراق او بالظبط، واللي هو الرقاق بيقدروا يستخدموا الرقاق، بس انا ما لقيت الرقاق في الناشف، لازم يكون طري. طريقه على طول. احنا عارفين الرقاق احنا بمصر يعني. أيوه. صغير طري بالظبط. ما انا عم بجيب شغلات انها موجوده هون. صحيح بالظبط. وانتي هنا في مصر ضيفة يعني قاعدة؟ والله جاية زيارة وحبيت أعمل معاكم حلقة. أهلا وسهلا. بكلم على أساس إن أنت حلو اللي إحنا لحقناكي يعني. الله يسلمك. هنلفها بالطريقة دي. أيوة. وبعدين تعمليه على الجريل؟ لا، لازم بالفرن. هنحطها بصحن بايركس. وزيت زيتون بصحن البايركس. أوكي، وناخد الاثنين دول المتوضبين. أيوة. وفي فرشة معانا اهي برضه. الصفرة الجميلة دي ممكن ندهن بيها الوش. أكيد. وحطهولي كده؟ أيوة. ومدخلينه الفرن. الفرن لبين ما تاخد. لبين ما تاخد ما وشه يعني. ممكن بلا يعني. ايوه بلا. ايوه بلا. بلا باللغه العربيه 10 دقائق لبين ما ياخد اللون اللي هو الاحمر. طيب تقولي لي مقادير الحاجه الحلوه. حاضر. قبل ما نخلص هلا عندنا كرات الشوكولاته بزبده الفول السوداني. طبعا انا هون لما حكيت على المسخن ما حكينا انه مثلا لازم فرخه، لازم مش يعني انها مقادير بالضبط. واخترت نوع حلو كمان نفس المبدا، انه يكون مش حيكون انه مثلا معلقه ونص معلقه وهيك، انه كلياته حيكون بالضبط كده. المكونات هو بسكوت شاي، زبده فول سوداني، يفضل تكون خشنه عشان يعني ندوق الفول. أوكي. السوداني شوكولاته غامقه دايبه. اوكي. في هلا هاي الاساسي المكونات الشوكولاته. هلا للتزيين حناخذ برضه يعني نغطس الكرات جوا الشوكولاته دي. طبعا الزينه ايش موجود في البيت عندنا. مثلا كورن فليكس كسرته اللي هو العادي. وعندنا كورن فليكس شوكولاته عين جمل. فستق حلبي، كاكاو بودره، شوكولاته شيبس، ونفس البسكوت حسب اللي انت بتحبيه. هاي زبدة الفول السوداني. وده البسكوت المطحون. المطحون العادي بالضبط. طيب تبتدي بقى ايه بقى؟ اللي هي الكرات اللي هنعمل الحشوه او العجينه الاساسيه. اعتقد احنا عاملين شوكولاته في حمام. طبعا هاي لازم نستخدم ايدينا منيح. لا عيشيش. بس هاخد معلقه. طب ايه احلى الاكلات بقى السعوديه اللي بتعمليها في القناه عندك او الناس تحبها؟ يعني احنا ما في تخصص محدد يعني، بس في الاكلات يعني المعروفه، البرياني، المندي اللي هي معظمها بتعتمد على الرز والادامات بقولولها. برضه الباميه والملوخيه وكلها صارت يعني انه معروفه. شوكولاته عاديه انا بسيحها. ايوه زي هاي. زي هاي. اوكي، اللي هي الحبوب بالظبط. الشوكليت شيب. هنحط زبده الفول السوداني قد ما بدك، يعني انه
حسب مثلا حابه تكون انه الطعم واضح الطعم خفيف. طبعا هذا كنكهه يعني ممكن نحط شوكولاته لحال، ممكن تحطي مربى، اي نكهه انت بدك اياها. فانا اخترت زبده الفول السوداني لانه الاطفال مش كثير بيحبوها وهي مفيده جدا. مفيده كثير لها بالضبط. هلا حناخذ شويه من الشوكولاته انها تكفي لانها تعمل لنا العجينه. احنا بس ممكن نوري كل اصدقائنا بالضبط اثنين ثلاثه وهم يكملوا. اكيد. اوكي هنخلطها في بعض. معلش هستخدم ايديا. تفضل. فتبتدي تنشفيها. فما فيش ايوه بالضبط ما فيش مقادير محدده لبل ما تصير معنا عجينه انك تعمليها كور. بس وتقلبيها بقى في الطعم اللي انت عايزاه. جوز هند كورن فليكس اللي هو كتزيين كشكل في فارمسلي كمان، بس انه اي شيء ممكن موجود عندك في البيت يعني حتى نفس البسكوت اللي انا عملت فيه ممكن ازين فيه من برا الشكل. حلو. يبقى واحده صفراء واحده بني واحده كده بيضاء بالضبط. نحطها لهم في الكورن فليكس عشان تقلب يعني لازم توصل معانا لمرحله اقدر اعملها كرات. يعني انا مش هكمل العجنه بس انه المهم بالنهايه لما اعملها كره. ايوه بالضبط. معلش احنا انت واسعه. هنعملها كره زي يعني تكون بهذا الشكل. ممكن وقعها في جوز هند. لا لسه هنرجعها على الشوكولاته. فهلا انا مجهزه ولازم بعد ما نعملها كور هنحطها بالثلاجة. فانت شوفي كيف صارت خفيفه كثير وخفيفه كثير. احنا اول عملناها كور وبعدين دخلناها الثلاجه. أيوة. تجمد وبعدين تقومي حطها بقى في الشوكليت بالشوكولاته وبعدها بالاشكال الموجوده عندنا وتطلع بقى الشكل اللي معانا. اوكي طيب يعني انا ممكن اساعدك انك تعدي ده بعد ما عرفت الثلاجه شويه او شوكه. حاضر. حطها في الشوكولاته السايحه وممكن شوكولاته لحالها يعني من غير برضو شيء من برا برضو بتعطي شكل جميل. شكل وانا بقى ممكن احطها زي ما انت عامله كده بورق كب الكب كيك بورق وكل واحد فيهم مثلا. لطيفه جدا جدا المنظر بجد وحتى زريق. خفيفه ونكهتها كثير خفيفه وما بتاخذش وقت وبتوقع هاي الشغلات كلها موجوده في كل بيت. لا طبعا لا طبعا الشكل حلو قوي نسرين والاكلات سريعه وظريفه وحلوه. لا حلوه للولاد يعني يحبوا ان هم ياكلوا حاجات زي كده. بس انت عملتيها اهي حطيها في جوز الهند او بنحطها في ورق الكب كيك وبعدها زي ما انتم شايفين هنا بتتقدم. حلوه قوي تتقدم كده او في الكب كيك. بشكرك جدا. انا سعيده كثير بوجودي معاكم. بكره يوم الاربعاء حلقتنا بناء برضو على طلب من حضراتكم. كثير من اصدقائنا طلب انه نعمل كونسولت اطباء لمرضى السكر. فبكره معانا كونسولت كامل علشان خاطر كل واحد فيكم او كل صديق للبرنامج عنده مشكلة مع السكر أو مريض بالسكر يتصل بينا يبعت لنا مسجز من خلال صفحتنا على الفيسبوك وإن شاء الله الدكاترة هيكونوا موجودين معنا نحاول نحن نرد على كل استفساراتكم. وبشكركم. بشكرك يا منى. سيدة ونورتي مدام نسلام. ميرسي جدا. ونشوفكم بكرة إن شاء الله وحلقة جديدة مع فرشة جديدة.